اهلا بكم من جديد. هنروح لفقره الكاريكاتير. اول كاريكاتير معانا من جريده الاخبار بريشه عمرو فهمي عن القبض على احد مسؤولي شركه مياه الشرب. ومن الاتحاد الاماراتي ده كاريكاتير بريشه شريف عرفه عن زعيم كوريا الشماليه. من البيان الاماراتي ده كاريكاتير بريشه عامر الزعيبي عن النظام القطري. ومن الرياض السعوديه ده كاريكاتير بريشه عبد العزيز ربيع عن مؤسسه اوبك للنفط.